بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وعيدكم مبارك. اسمي رشاد وعمري 13 سنة. سأختم فصل الحجر الصحي لإفادة أصدقائي بمعلوماتي بسيطة حول البرمجة. في هذه الدورة إن شاء الله سنحاول إيصال فكرة أن الأطفال بإمكانهم وضع بصمة في عالم البرمجة. سأتطرق إلى أساسيات البرمجة بدءا من الخوارزميات وصولا إلى لغة بايثون. أتمنى أن أتوفق في إفادتكم. انتظرونا قريبا على منصة زوم.